21 سنة، حاليا موجودة بدبي، راقصة بالي ومدربة معتمدة من البورد البريطاني. أنا اللي اكتشف موهبتي من عمر 9 سنوات وكان واقف معي خطوة بخطوة هي ماما. ماما كانت السند والدعم والقوة لإلي. ماما اسمها نجاح، عمرها بالخمسينات. ماما مثل أي أم بتحب ترجع نضارتها، ترجع لشبابها، ترجع بحالها. ولهيك حبيت عيد الأم هالسنة يكون غير، وقررت أتواصل مع الدكتور معي الخطيب فأقدر حقق لها هيدا الشيء. بهالمناسبة لماما من قلبي، ماما أنت ضحكتي، لما بشوف ضحكك عن جد الدنيا كلها بتضحك. ماما سارت بالإمارات وهلأ هي ناطرتني جوا. كل اللي بتعرفه أن أنا عندي لقاء خاص بالرأس، ما نعرف عني شو اللي عم يتحضر. كتير مبسوطة ومتحمسة لحتى شوف ضحكتها وقدي رح تكون مبسوطة. خليكم معي بمشوارنا الطويل. أكلتي؟ لا يا عمري، عم استنى أكلتي. أهلا، حيا الله. هذا أهلا. شو تحبوا تاكلوا؟ تفضلي. بونجور مدام نجاح، هالسنة اتفقنا مع يارا يكون عيد الأم غير، لهيك احنا بعيادة فلورنسيا محضرين مفاجأة كتير كبيرة. دكتور مان الخطير رح يقدم لك فول فيس ترانسفورميشن وكل شيء ممكن تحتاجيه لترجعي أصغر بـ20 سنة. وناتينك بالعيادة بكرة 11 الصبح. كل عام وانت بألف خير وكل الأمهات بألف خير. يا حبيبي يا قلبي، شو عرفك انتي ناني؟ فبيخفف علي آلامي، وبالأخص لما بلاقيهم إنه شاعرين فيي وعم بحسوا بأحاسيسي وبيعرفوا شو بحب وشو بكره وشو بتمنى. فهاي شعور بحس حالي رجعت لورا أكثر من 20 سنة. أختي نجاح، أول شيء بحب عيدك وأقول لك إن شاء الله دائما أنت أمورك بخير وكل عام وأنت بخير بعيد الأم. يارا بنتك طبعا عملت لك المفاجأة، وحبينا إحنا نكون أنا وعيادة فلورنسيا جزء من هالمفاجأة. إنه قالت لي كثير عندك إزعاج بوجهك، أنت عم تحسي حالك أكبر،
ونحن حابين ان شاء الله نعطيك اللي بدك اياه. قولي لي انت بالضبط شو بالضبط اللي حسستيه لانا قادر اني وصلك ان شاء الله للشيء اللي بدك اياه واكثر. ازعجني كثير تعرف انت يعني التغيرات اللي بتترقى المرأة بسبب الأولاد وبسبب العمر الكبر وتعب الحياة، فتركت بعض الترهلات في وجهي وبجسدي بالجبين بجنب الشفايف وفوق الشفايف تحت الذقن كمان، فحبيت بس يعني أني تصح لي فرصة اني غير هالشيء. ويا عمري يا يارا يعني هي حاسه فيه، واني صدقا يعني ما كنت متوقعه انه بنتي الصغيره اصغر بناتي تكون بالدرجه العاليه الاحساس بامها. يعني هي شغلات بسيطه رح نشتغلها نحن، وان شاء الله تحسي امورك كلها حتكون تمام ومرتاحه وترجع صبيه. انا انت ما شاء الله صبيه بس حترجع صبيه واحسن. هي خلي لي اكون يا جاهزه ان الله رات ان الله رات. اخت نجاح انا شفت فيها القلب الطيب القلب الحلو إلى ولولادها وللعالم، بس بوجهها كانت نسيانه حالها، بوجهها تعبان كثير، في عندها خاصه تعب تحت العيون، اللاينز الموجوده عندها از فيري ديب عميقه جدا. من النادر نحن انه يكون عندنا هيك مرضى نسيانين حالهم مهملين حالهم لهالفتره الطويله، فكان وجهها في ساقق كثير تعب، خطوط العمر كلها يتظاهر عليها، العيون يعني هاردلي بشكل صعب جدا انه تفتح عيونها. حتى نحن انه قررنا نقوم بهذا العمل بوقت كثير صغير لنكون على عيد الام 100% مع نجاح، ويارا تكون مبسوطة. القرار الطبي كان طبعا مبني على انه نحن نشتغل بسرعة، فكان خيار الماكس فاكس هو الخيار رقم واحد. عملنا بالماكس فاكس رفع لمنطقة الخدود، تحديد لمنطقة الفك والدقن، عملنا له بروز، وطبعا جمالية بسيطة عملناهم مع تحديد اللبس واعطائهم فوليوم بسيط ليعطوها فريشينج وجلوينج. بالإضافة للخطوط العميقة اشتغلنا فيها بتو تكنيكس، عملت الباتوكس واشتغلت الديرما مع الجولد ستامب. طبعا كمان من طلع من نجاح انه كان عنده كتير موضوع الدبل تشين عالي الدقن المزدوجة، قررنا نعمل عملية حرق للدهون بإبر موضعية، وهذا الأمر حيعطيها أكثر تحديدا وجماليا ورفع لزاوية الفك كلها. بعيداتنا بكل عيد أم نترك مفاجأة للأمهات كلهم، بس وقت يارا اتصلت بعيداتنا وخبرتني أنه قد هي بحاجة أنه تعمل للأم مفاجأة كتير حلوة، أنا صرت أنه أقدم مفاجأة باسم عيادة فلورنسيا وباسمي، ونشتغلها الوالدة شغل تكون هي مبسوطة ويارا مبسوطة، وبنقول لأما ولكل الأمهات كل عام وأنتم بخير. ليارا اللي عرفتني على الدكتور معن اللي عمل لي هذا التغيير اللي غير كثير بحياتي، حتى بنفسيتي، حتى حس حالي اني راح ارجع نجاح جديدي. شوسعتني الفرحه يعني كثير، تغيير عيوني، جبيني، خدودي، تمي، دقني، عنقي، يعني مبسوطة، يعني مش قادرة أوصف لكم الإحساس اللي جد كتير كتير حلو. شكرا للدكتور معن على هاي التغيير اللي عمله معي، رجعني لورا أكثر من 10 سنين. حاسة حالي يعني حاسة حالي صبية بعدني في أول عمري، كيف البنت اللي عم تستنى ليلة الزفاف، فأنا هيك حسيت بحالي، الاهتمام فيي مثل الفتاة اللي عم تستنى ليلة الزفاف وعم تصلي عليها. فرحة كثير حلوه.